مع دكتورة صوفيا زادة ملكة الأحلام. دكتور صوفيا، سيدنا إدريس عاش حوالي 865 سنة، ليه دايما رؤيته ناس بيفسروها بتعليم علم الرمل؟ ممكن ناس كتير ما يعرفوش إيه علم الرمل أو خطوط الرمل. هو الغيب. أيوة، معرفة الغيب. إيه ليه طبعا هو فضل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان نبيا من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني إيه؟ يعني ده معناه ان في استحاله ان في حد يوافق خط نبي. ليه؟ لان لما كان بيكتب في الرمل كان بيظهر الوحي في خطوطه، فازاي انت هتوافق؟ فسيدنا رسول الله لما قال الحديث ده كان ده للاستحاله، او يعني للبعد التام من الموضوع. فاللي يشوف سيدنا ادريس في المنام معناه ان هو انذار ليه، يا اما بيروح لحد بينجم يا إما هو بينجم. لأن ده اقتصر على سيدنا إدريس فقط ولم يورثه لأحد حتى يعني بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحدش بقى يجتهد ويقولك أنا بضرب في الرمل، لأن ده فيه حرمانية.